بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت جالس بالحركة هذه تضحك كما في مثل هذا. يا ولدي ضيعت أجور كثيرة عليك، الله يفتح عليك. نعم، إذا ضاق بك الحال انصرف إلى القبلة واقرأ كتاب الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، الباب 50 من شعب الإيمان، وهو باب في التمسك بما عليه الجماعة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف على هذه الشعبة 50؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للإيمان شعب. الشعب يعني جزء من شيء، فالإيمان 74 شعبة. هذه الشعب تبتدي من قولك لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة، وأول ما يدخل المرء به هذا الدين هذا القول، إلى أن يلتقط المرء الأذى من على الطريق فهذه حسنة، وما بينهما شيء كثير. فتقدمت الشعب وبدأنا بالشعبة 50. هنا في هذه الشعبة ذكر أحاديث وآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلزم المرء المؤمن أن يستمسك بالجماعة ويطيع ولي الأمر ولا يخرج عن الجماعة، وسنبين هذا فيما يلي بحوله وقوته سبحانه. قال: وباب في التمسك بما عليه الجماعة. التمسك بما عليه، التمسك عن الاعتصام والالتزام، مو باليد، المعنى التمسك بالقلب والعمل. هذا التمسك يعني الاعتصام والالتجاء وعدم الخروج على أي شيء. قال: بما عليه الجماعة. كلنا نسمع كلمة جماعة، لكن فيه خلط في الفهم. اسمعوا جيد يا عبد الله وألقي بالك. الجماعة يعنون بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا إحدى المعنيين وهو المعنى الأول. كان عليه النبي بمعنى اللهم صل عليه وسلم، هو جاء من عند الله رسول يحمل رسالة. هذه الرسالة أن يقول: يا أيها الناس اعبدوا الله. عبادة الله، وطبعا الرسول لا يبعث إلا بعد وجود آيات تبين أنه بعث من قبل الله عز وجل، لأنه لو لم تكن بينة كيف يقبل المؤمن من إنسان يقول تعال أترك ما عليك لي طريق إلى الجنة، كيف تأمنه؟ لابد أن تعرف. فجيء بآيات، من رآها أو سمعها أو شاهدها يخضع قلبه أن مثل هذه الأعمال التي صدرت من هذا الرجل لا يمكن أن يقوم بها أمة ولا إنسان ولا جني ولا ملك، إنما هي من عند الله. من شاهد هذا قلبه يقهره أن يذعن في القبول، وإن رأيت أنه عاند قال ما أؤمن ولا كذا، هذا شيء آخر، لكن كل من استحضر وفهم وعلم لا بد أن يؤمن.
ثم بعد ذلك بلغ قال أنا جئت من عند قبل الله تعبدونه وحده. تعبدونه وحده يعني كل ما يسمى عبادة، خضوع مع محبة وإذلال وتعظيم، أي شيء يتقرب به فيه هذه المعاني لا تكون إلا لله، ولا تذل لمخلوق ولا تسأل مخلوق ولا ترجو أحد، ولا يكون توجه قلبك إلا إلى الله. جاء بهذه الرسالة صلى الله عليه وسلم. لما جاء بهذه الرسالة له أعمال يقوم بها أمام الناس، هذه الأعمال كانت قدوة وأسوة لمن آمن به، رأوا فيه الخلق العظيم وفيه الشجاعة الفائقة وفيه التفاني في إقباله على هذه الدعوة لأجل أن الناس يدخلون فيها. ثم بشر الناس أن من فعل ذلك دخل الجنة، ووصف الجنة بصفات، ووصف من خالفه أن له معيشة في هذه الدنيا صعبة فيها قهر ومذلة وخوف واضطراب، وأن من سلك سبيله نجا. صدق بهذه وفهم الناس. له أعمال في الظاهرة وله اعتقادات أمر الناس بها أن يأخذوا بها، الخوف والرجاء والذلة والخضوع ونفي البغض والحقد، وبين أن اللؤم والمكر لا يكون لمسلم. مات صلى الله عليه وسلم وأكمل الشريعة. هذه الأعمال القلبية والعملية عاش عليها الصحابة والتابعون. من خالف شيئاً من هذه يقال فلان خرج عن الجماعة. عرفنا معنى الجماعة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال وأعمال عملية وقلبية. عرفنا المعنى العمل القلبي، وعرفنا العمل الذي يباشره المرء ببدنه ولسانه ويده. هذه الجماعة هي أغلب ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. فإذا قلت إلزم الجماعة معناه إيه؟ إلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق وعمل، وما كان من عمل القلب مما يتعلق به الباطن لا يدركه المرء بينه وبين الله. هذا أغلب ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بالجماعة. وجاءت الجماعة يعني في معنى آخر، هذا المعنى اضبطه يا عبد الله. ما هي الجماعة يعني الناس الملتفين المجتمعين؟ لا، لأن الناس يلتمون على شيء من أمور الدنيا ويجتمعون على أمر باطل أو أمر حق، لكن ليس هو مما أمر الله به أو نهى أو أمر الله به أو شرعه من المباحات. هذه ليس هذا المعنى الجماعة. لا تقول وجدنا كلهم يحبون أن يعاملوا هذه الدولة أو هذه الأمة أو يشترون من هذا الرجل. لا، ما هي الجماعة؟ ليست الجماعة الكثرة أو مجتمعين. الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في بعض الفترات من الأزمنة يسأل عبد الله بن المبارك من أحد سادات التابعين أو تابعيهم وغيرهم، فين الجماعة التي أنت توصي بالالتزام بسلوكها؟ قال فلان محمد بن واسع، وقال فلان السكري، يصف رجل واحد، قال هذه الجماعة. فمن لم يفهم الجماعة يضطرب، يقول عجيب، ترك سائر الأمة واتجه إلى فلان. قالوا فلان من الفضل والتمسك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته والتابعين، وكان الناس يخالفونه وكان وحده الجماعة. ضبطنا هذه الجماعة ما معناها الكثرة. الجماعة أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته
فيه أمور ليست من الثوابت ولا أصول الدين، يأتي أمور لا تخرج المرأة عن الجماعة، قد يكون فيه حسد ينازع الناس في بعض المال، قد يسابق إلى المباحات، ما يقال فلان خارج عن الجماعة، تكلم عن الجماعة أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما يشك، ما في ارتياب أنه سيلقى الله، ما في ارتياب أن لله ملائكة، ما في ارتياب أن ما نطق به القرآن حق وأن ما نهى حق عنه حق. أما يأتي الإنسان يأتي إلى آية صريحة في كتاب الله تنهى عن الربا، يقول الربا حلال، إما أن يكون كفراً وعناداً أو جهلاً فيصوب. لو قال الله عز وجل وصفه بصفات نقص ليست بصفات كمال، يقال كيف يا عبد الله تزعم أن الله ينسى، وكيف تذهب إلى أن الله لا يعلم ما يفعله أقوام، وكيف لا تقول أن الله لا يقدر على أن يجمع كذا، هذه مسائل خارج عن الجماعة. ولذا أخرجوا القدرية وبعض المعتزلة، مو كلهم، وأخرجوا الجهمية على الإطلاق، وأخرجوا غلاة الشيعة والباطنية، لأنهم يصفون الله بصفات البشر تنقصوه، أو أنهم يقولون لم يعظموا الله، أن الله يتصف بالحلول أو الاتحاد، فأخرجوا هؤلاء عن الجماعة. وفيه بدع ليست لا تقتضي أن يخرج المرء عن الجماعة، اضبط هذا المعنى لأن سنتكلم بعد في مسائل أخرى. وفيه جماعة جاءت، عرفنا هذه الأولى، وفيه أحاديث جاءت بلزوم الجماعة والتمسك بالطاعة وعدم الخروج عن الأئمة. معنى الجماعة أي أن جماعة التفوا على الحاكم، من رأوا أنه يخرج عنه يعلمون أنه مبتغ فتلة، ولو كان هذا الحاكم ظالم، ولو كان هذا الحاكم فيه فساد وفجور، لكنه لم يأمر بشيء من الكفريات، لم يأمر بترك الصلاة أو عدم الصوم أو غير ذلك. والناس قد يفعل الحاكم بعض الحكام مثل هذا فيهم من ضعف الإيمان واليقين وحبهم الدنيا، لا يهمهم هذا، لكن يهمهم غلاء المعيشة وخسرانها. هذا المعنى الثاني وردت به أحاديث. فإذا قال إلزم الجماعة أي إلزم هؤلاء الناس الذين لا يرون خروجنا عليه، الخروج على الإمام، هؤلاء الذين التفوا على الإمام، قد يكون فيهم العاصي والفاسق والفاجر، وقد يكون فيهم آخر يطلب الدنيا بعيد عن الله عز وجل. فأمر صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذهب إليه الطبري، فإنه يرى الجماعة أنه لزوم الطاعة للشيطان للسلطان. عرفنا الجماعة في الأحاديث إذا وردت عليك يا عبد الله هي بأحد هذين المعنيين، عرفنا هذا؟ أي اسمعوا الآن، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله فسروه بمعان، هذه المعاني ليست أضدادا ولا تختلف ولا فيها معارضات، وإن اختلفت عباراتها فهي بمعنى واحد. من فسر حبل الله المأمور بالتمسك به القرآن أو الإسلام أو التمسك بما جاء
على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلها معاني صحيحة، لأن أحدهما يلزم أن يتمسك بالآخر، فمن قال القرآن فهو حق. أمر الله عز وجل بأن يتمسكوا ويعتصموا بالقرآن والإسلام، واعتصموا بحبل الله أي بدينه وشرعه وكلامه الذي أنزله الله على قلبه صلى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا ليست معناها كلكم، لأن جميعا قد تأتي أحيانا بمعنى كلكم، لكن الآية هنا جاءت بمعنى مجتمعين حال. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وجاء يعني اللزوم كلكم، إذا قال كلكم أو جاءت كافة هنا بمعنى فرداً فرداً لا يخرج عما طلب الله منكم تحقيقه، لا صغير ولا كبير، كلكم ملزومون بالدخول في الإسلام. ادخلوا في السلم عن الإسلام، الإذعان والخضوع لله، كلكم، كلنا مأمورون بذلك. لكن لو فسرت ادخلوا في السلم كافة مجتمعين لا يتحقق هذا. أنت لست مسؤولاً عن غيرك أن يدخل في هذا الدين ولو لم يرضه، لأن هذا ليس بقدرتك. أما في هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعاً أي مجتمعين، المطلوب أن الناس يأتون. هذا الذي جالس على الكرسي يلتفت هنا هنا، يا ولدي انزل من على المنصة، الله يفتح عليك. هنا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا أي مجتمعين. الاجتماع أن تعتصم بالكتاب وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التي نسميها سنة، لا تخرج عنها، لأن من خرج عن الكتاب أو السنة لا بد أن يخرج عن الجماعة. الخروج عن الجماعة يتفاوت، قد يكون خروجاً يقتضي أن لو جاهدت في سبيل الله لا يجاهد معك، ولو طلب منك أيها المؤمن أن تعمل مع المسلمين لا تعمل، هذا يفضي إلى ضعف المسلمين، ويفضي إلى تفتتهم، ويفضي إلى أن العدو يطمع فيهم. هذا شاهده من وقائع التاريخ ومن وقائع عاصرنا. أما وقائع التاريخ ما حصل في الأندلس وسلبه النصارى هو من هذا، كل طائفة لها قائدها ويريد أن يحافظ كذا، فباعوا دينهم والعياذ بالله فحصل ما حصل. هكذا شأن الدول، إذا قرأت الكتاب الله علمت أن ما حل بهم لأنهم تفرقوا وتمزقوا. وشاهد هذا من الوقت المعاصر ما تشاهده من هؤلاء الفئات الذين يجاهدون عدواً لله ولهم، مع ذلك الأتباع الله أعلم بنياتهم، فيهم الطيب وفيهم غير ذلك من يطلب الدنيا، وهذا قديم ترى ما هو الآن، كما قال سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا في الصحابة رضي الله عنهم. لكن هؤلاء تفرقوا، يأتي زعيمهم يطلب أن السمعة له والقيادة له، يجي الآخر يقول كذا، يقول لا لنا شروط. هكذا تمزق الناس. لو أنهم اتقوا الله وعلموا أن من أراد الدخول لإعلاء كلمة الله وظاهره يقبلون،
هذا هكذا كل من أراد تعظيم نفسه والعلو في الأرض يحصل هذا حتى بين المشايخ لا ندري، لكن نعرف فيما مضى من التاريخ أن صاحب الفرقة والذي يقبل عليه الطلاب ما يقبل طالبه يذهب إلى مكان آخر، إنما يريد أن يكون ولاءهم له، هذا لا يجوز. الشاهد أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالاعتصام جميعا أي مجتمعين، إذا أمر المؤمنين بالاعتصام هذا منطوق الكلمة، منطوقها دلالة فحواها أنهم مأمورون بالاجتماع لا يتفرق. هذه الكلمة يقولها الخطباء والوعاظ على المنابر وفي المساجد وفي المحاضرات جميعا ثم لا يبينون معناها، فالمرء يقع على قلبه وخاطره كيف تكلف الناس أن يكونوا مجتمعين وما يدري ما المعنى، وذاك لا يوضح البيان. اعتصموا بحبل الله جميعا أي يا عبد الله لا تعمل ما يؤدي إلى تفرقة المسلمين، هو ظاهرها التمسك، إذا أمرك الله بشيء ابحث عن لوازمه، لوازم هذا أنك لا تفعل ما يقتضي التفرق، تفرق المسلمين يختلف عظما وصغرا، أمور مخلة بهذه الأمة، هضم لحقوقها، تفتيت لاجتماعها، وأمور أخرى الإنسان يستغفر الله لهم، يطلب من الله لهم الهداية. الأمور التي تبعد الناس عن ذلك ما نراه من بعض الفرق وبعض الفئات التي يدعون إلى تعظيم رئيسها وينبذون ما خلافهم، حتى نشاهد أن بعضهم يلتزم بما قاله الكبير، اخرج على هذا، اقتل هذا، اعمل كذا، هذه الفتن العظيمة لأنها خرجت عن الجماعة. الله أمر بالالتزام بها أي يا عبد الله لا تعمل ما يخل بتفكيكها، ابدأ من الأمور اليسيرة، لا ينبغي أن تنم بين شخصين ولا أن تسعى في الفتنة بين أمرين أو زوجين أو اجتماعين أو مجتمعين أناس، ولا تنقل كلاما إلى كلام، وإذا حصلت أمور لا يجوز، أمور مكروهة لبعض الناس لا ينبغي أن تتقرب إلى ذاك الذي وقع عليه المكروه، فلان ظلمك وفلان معك وهذا لا ينبغي، إنما أتي بكلمة طيبة، اجمع بين القلوب، ثم لا تقم بالتفرقة بين الناس أن تقول هذه أولى من هذه وهذا أولى من هذه، فكل لعب وكل عصبية وكل أمر يستدعي أنك تفخر على غيرك ويؤدي إلى اقتسام. الآية تقول اعتصموا بحبل الله جميعا، ولذا كل هذه الألعاب التي ينتمي المرء إليها ويكره غيرها هي مما يتفرق فيه المسلمون. والله عز وجل أمرنا بالاعتصام، لا تقم بأمر يخالف هذا المعنى الذي أمر الله به. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أصلها يرضاكم، يرضى عنكم، يرضى عليكم، يرضى لكم ما يعرف أن يعد هذا الفعل بهذا الحرف إلا وله دلالة
لأن الرضا معناه اطمئنان القلب وقبوله. رضيت يا ولدي عنك، رضيت بفعلك، رضيت عنك أي تجاوز سخطي وغضبي عنك، إنما فيه هناك اطمئنان إليك. ورضيت لكم معناها اخترت لكم، ورأيت أن هذا أحسن لكم. إن الله يرضى لكم ثلاثا أي اختار وابتغى وفضل هذه الثلاث لكم أيها المسلمون، ما قال يرضى للناس ما خلقهم، يرضى للمؤمنين هذه الثلاث. الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن كل صاحب بدعة كبيرة تخرج عن الملة إلا ويحمل على الأمة أمور يؤدي إلى شقاقها وضياعها. فأمر بالعبادة أن يعبد الله وحده، ومن أخذ بهذا الأمر فإن الله ينجيه في الدنيا والآخرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الثانية. شو هي ثلاث؟ إذا اجتمعت هذه الأمة لا يمكن أن تخترق، ولو كانوا 20 ولو اجتمع الناس إلا إذا اختل بهم أمر، فإن اجتماع الناس لن يؤثر فيهم ولن يحصل فيهم. وإذا سمعت أن أمة تكالبت عليها أمم وحصل ما حصل، فاعلم أن الخلل من هذه الأمة ليس الخلل من هذا الدين. وعد الله لمن أخذ بهذا الدين وتمسك به ولم يخرج عنه فإن العاقبة في الدنيا والآخرة له. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. هذا موضع الشاهد من هذا الحديث لأجل أن يطابق ترجمة الباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من والله أمركم. تناصحوا، النصح يا عبد الله نقيض الغش. أحياناً الكلمة أو الجملة لأجل أن تعرف دلالتها قد تعرفها من معنى تسوق إليه عشان يبين. فإذا قيل: ما الملح؟ تقول: شيء أبيض يوضع في الماء في الطعام يزكيه ويلطفه فيه حرارة. تأتي بهذه العبارات لأجل أن تقرب هذا النوع من السؤال إلى ذهن السائل. وأحياناً ما تأتي عبارات، تأتي بنقيضها فيفهم. فإذا قال: مناصحة ولاة الأمر، يعني لا تغشه، لأن النصح أصلها من النصاحة، والنصاحة بمعناها خلوص الشيء من الشوائب حتى يبقى خالص. فإذا وضعت الماء في اللبن أو وضعت السكر في العسل وأذبته وخلطته، ما يقال هذا عسل خالص ولا لبن خالص. فإذا خلص من ذلك تقول: نصحت هذا العسل ونصحت هذا الطعام، أي جردته من جميع الشوائب. فأمر صلى الله عليه وسلم بمناصحة من والله عليكم. ما تقول في الظاهر أنك كذا وفي الباطن تعمل المكائد، لأن من كان في قلبه غش ففيه حقد وفيه إرادة، لأن الناس أغلبهم ونسأل الله العافية يغضب لمصلحته ويكره لمصلحته. وأعلى درجات الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، هذا قليل. وأكثر ما ترونه من هيجان الناس هذا دافعهم، ولذا قد يحقق ولا يحقق. وإذا حقق يأتي من بعده بمصائب يودون أنهم لو كانوا في العهد الأول
ما من يوم إلا والذي قبله شر منه حتى تقوم الساعة، تأتي فترات يكون فيها الخير. الظلم غير مقبول، والظلم فيه أناس سخرهم الله لأن يقوموا بمطالب مصالحهم لأجل أن يعتدل الظالم فيقوم بالعدل ولا يظلم. ولذا لما بين بعض الصحابة فذكر أحاديث عن أهل الكتاب وجاء ذكر النصارى، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروم، الروم يعني النصارى الذين هم بعد تركيا، يقول أشهد أنهم أسرع الناس إفاقة، يعني جاب خمسة خصال يمدحهم فيها، أسرع الناس إفاقة بعد فتنة، إذا حصلت هزيمة بسرعة يفيقون يعودون. هذه واحد. الثانية هي موضع الشاهد، وأنهم أشد الناس بغضاً للجور والظلم، ما يقبلونه من حكامهم، ومدحهم في هذه. أنا الشاهد أن الظالم لا يمكن أن يعيش، يأتي من يطالب بحقه ومن يطالب بكذا، لكن من قام لأجل الدين ما هو أولئك الحمقى الموسوسين فيهم مصالح وشهوات خفية ثم يرون أن هذا إنما هو إصلاح وتعديل. هؤلاء طلبة عيش وتستروا بهذه. ولذا بعض الناس يبغضون بعض الحركات الإسلامية، وقد تكون هي أحسن من يكون من هذه الذين يدعون الانتماء إلى الإسلام، لكن لا يقبلون لأنهم شاهدوا منهم أمور من هذا النوع فبغضوا، ظنوا أن هذه هي سمة الجماعة كلهم. هذا من أراد كذا لا بد أن يدرك أنه. ولذا كانوا يصلون خلف الحجاج وهو مشهور بسفك الدماء، وقالت أسماء أم عبد الله بن الزبير: لقد شهدت أنك من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب المختار، والمبير قالت أنت، المبير أن يقتل الناس يذبح. أن مع ذلك الصحابة ما خرج عليه، صلوا خلفه وكانوا يطيعونه، والمختار كانوا يدفعون له الزكاة ويأخذونها وكانوا يصلون خشية أن يتفاقم الأمر. لكن إذا ظهر أمر وعلمت أن معظم الناس يستطيعون تغيير هذا الأمر دون سفك دماء ولا هرج ولا فتنة، أي فتنة خرجت كل واحد يرى أنه مهضوم الحق. هذا يقول ولدي ما قبلوه في المدرسة وراتبي أخذوا منه شيء، والآخر يقول ما عندي مسكن، وكلهم لمطالب في الحياة، وأمور الناس ما تحقق، ما يمكن أحد. الله عز وجل وزع هذه الدنيا وأعطى كل إنسان حقه، والمرء لا يشبع. فإذا حركتهم من حيث بطونهم ورغبات شهواتهم، الله أكبر، انفتحت الفتن ولا يمكن سدها يا عبد الله. لكن من غضب لله فإن الله يؤيده وينصره، وغضب الله عز وجل ما نرى كما يرى هؤلاء الخوارج. الخوارج قد يكونوا أصدق، يبيحون قتل المسلمين ويقومون بكذا ويأتون إلى مسجد أو غير مسجد. حتى هؤلاء الضلال إذا أردت الفتنة والفتك بهم لا بد من إنذارهم من قبل. الشاهد أنه قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يرضاه لكم أنكم تناصحوا من والله عليكم، لا تحمل الغش ولا تعمل المكائد ولا تأتي أنك تذهب إلى إعانة من يريد بهذه الأمة سوءا
فإنك شريكه، والله عز وجل سائلك ويذيقك مس عذابه في الدنيا قبل الآخرة. هذه الثلاثة إذا اجتمعت، ترى الإخلاص لولاة الأمر لا يتم، يعني لا يذهب غل الغش، والغل من قلب المرء إلا إذا أحب غيره أن يكون على استقامة وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأنه يطيع أمر الله في من ولاه الله عليكم. هذه تذهب الغل والحقد، لأن الناصح ما يحمل الضغائن ولا يريد بالمسلمين سوءاً، ويود أن الناس عاشت كذا، لكن هذا يرى مصلحته. إذا أمطرت السماء ورخصت الأسعار، أولئك الذين عندهم تجارات، ترى التجارة يا عبد الله لا تظن أنها مخازن مملوءة بخيرات وأطعمة الناس، لا، التاجر الذي يشتري قليل من الفاكهة ويتسوق بها، أو له شيء مما يخصفه من النعال أو الزنابيل الكتل ويبيعه، ترى هذا تاجر بمعنى أنه يسعى إلى فضل الله عز وجل بدريهمات، لا تظن التاجر الكبير. هؤلاء إذا وجدوا ما عندهم من السلع هبطت، لأن فضل الله عم يكره، كان دفن الموتى في السابق بالأجرة، غسيله وكفنه وتسهيله كم يعني يدفعون لهم يقومون به، على كل رأس كذا مبلغ، فإذا ما جاء موتى ينزعج ذاك اليوم، كبعض الأطباء هنا إذا شاف الزبائن قلت لأنه متخصص في مرض السل، يتمنى أن نصف الشعب كانوا فيهم هذا. فإذا كان هذه الأنواع فيها قلوب مثل هؤلاء القلوب، كيف يكون ترجو منه أن ينصح من والله عليكم؟ اسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله عليكم. ويكره لكم ثلاثة، هناك يرضى لكم، ويكره لكم، الكره يعني البغض، والبغض يؤدي إلى البعد، لأن الله إذا بغض شيئا أبعده، وإذا كرهه وبغضه يأمر أو ينصح من كانت فيه هذه الخصلة أن يبتعد عنها، فإذا عاند والله ولاه الله ما تولى. اسمع، قال: يكره لكم ثلاثا، اقرأ. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه ثلاثة مكروهة، قيل وقال لأنها تؤدي إلى فسخ الجماعة وهضمها. قيل وقال قد يكون حقا، لكن في الغالب قد ينقل ما، لأنه قيل وقال يعني سمعت، فهمت؟ قيل عن فلان كذا، يقال فيه كذا، يقال أن هذه الأمة، أن هذا التاجر، أن هذه البضاعة، أن هذه الأرض، فهذه حقوق تبع للناس، أموال للناس، يقول قالوا فيها أنها هذه بضاعة مسوسة، قالوا فيها أن هذا الحب مخلوط بكذا، قالوا أن هذا التاجر يرابي، قالوا أن هذا فلان يعمل كذا، وقيل أن هذه الأمة تدعو إلى عصبية بعيدة عن الدين. قيل وقال يعني سمعت، لا يخلو هذا القول من كذب، وقد يكون حقا لا يجوز نقله، وقد يكون حقا لا يجوز إظهاره، فيدعو إلى فتنة ويدعو إلى انشقاق وإلى كره. رجل عصى الله عز وجل ثم تاب وانتهى الأمر، ما الذي يدعوك يا عبد الله إلى التشهير به؟ والله من ورائك ولن يدعك. هذه
فلانة كانت كذا، ما الذي يدعوك أن تشنع عنها وتقول كذا وكذا؟ هذه أمة كانت فيها كذا، ثم تاب الله عليها، قال إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، إما سؤال الحاجة اعطني وأعرني وتكفل عني وتعال معي اشهد، كل هذه أنواع أسئلة موجهة إلى مخلوقين يطلب منهم المشاركة أو العون أو غير ذلك. قال كره الله كثرة السؤال، دل على أن بعض السؤال قد يكون مقبول ومضطر إليه الناس، كأن يعينك على أمر بجسده وقوته وكلامه وجاهه فيما يقدر عليه، وفي أمر مشعور. لكن كثرة السؤال هذا أحد أنواع مفهوم هذه اللفظة، وقد يكون كثرة السؤال هو سؤال الحاجة، أن تدعو إلى إنسان يعطيك كذا ويعطيك كذا، مع أن سؤال الناس مكروه في كل الأوقات، وفي بعض الحالات أباحها الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال يعني سؤال الناس في أموالهم لا يجوز إلا لذي ثلاثة أنواع، منها الغارم في قضية صلح ومنفعة المسلمين، فله أن يقول: يا عباد الله حصل كذا وكذا وأنفقت عليه من المال كذا وكذا، يعني أعينوني على ذلك. الشاهد أن كثرة السؤال إما سؤال الدنيا أو السؤال فيما لم يقع ما وجد. بعض الناس يفترض افتراضات، وبعض الناس ينتزع من الكتاب مسألة فيوردها عليك ليست هي من شأنه ولا تخصه، لكن إما يريد إفحامك أو لأجل أن يبين أنه فاهم أو لغير ذلك من العنت. الله عز وجل نهى في كتابه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال. إضاعتها أي صرفها في غير وجهها، ما قال، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال في الرشاوى ولا في دفع أجور المومسات، ولا أن يقوم الناس ولا أن تصرفها في تجارة لهو وباطل، لا، لم يعني، تلك محرمات معروفة ثوابت، إنما إضاعتها في التجاوز في القدر المباح، لأنه مضيعة، فمن صرفها في أمر لا يحتاجه من باب الاستكثار هذا شأن أكثر الناس، كره الله هذا النوع. فإذا حفظ الإنسان ماله وأدى حقوق الله فيه أمن الناس بعضهم، فلا تكون هناك حسد ولا يكون هناك بغض ولا توثب كيف يأخذ حقك منك. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاث يكرهها الله عز وجل ويحب ويرضى لكم تلك الثلاث. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.